وحن عاوي شركة شرعي ذو قبنا يا إنا أمد الصومالية للسعودية حالة عجيب لا يلسو قد بناتي أنا واه سريقة سدارة هذا اللي نقرشو الصومالية انت البضن اتقانو وحن سوقبتي يا هولان قرن كانوا سوقبتي قال لي إيا قانو وحن روائنا وشيق أمد الصومالية إن مامل كالقلمدو ويدي لي كرسي heerkay ugu maamusay ee liirada hoob 20 waxay ugu noqotay runtii arintaas arin fajacaba ugu noqotay maxay yeelay nin intaas oo sano u shaqeynayay qarankiisa oo shaqeynayay bilaabada lagu abaalmariyay wax muuqdo u qabtay in la yiraahdo ma astaahishid sababta wax weeye aanu kuma jecli yani in la yiraahdo kursiga ma astaahish barkii aanu kuma jecli marka waxa isweydiin leh يا واي قفك الو عبال مرنا مو عال رمائل لنسو ولا عبال مريو وشغل قرن كالسي ميدا ولي وحبا وقبان ومتقارنا قرن كإنو لوقو يموي عن ولي وحبا وقبان كشغي نحنوح يداد سكدر ينخلوق عن معنى والهين ومركز تكل جينيسا كون الحوورة الشعبية جفادة كرسي يسكالي الشعب ويرا وصومالي مني كاسا لعبال مرنا يا قرن كالحقي لوضا حقوس عندونا ما حكود ما يندون ما اللي كفكري نبغ نك ساعة ما ينهي هو ما كفكرتي ورمواد مسؤول أهين ولا عد أهل يا أهل مسح لها بكوشرين إن هو ما يسكوشرين وعرف أنا مرة لا تكون سؤاليه ما تحتوي له سوماليا ما حكود فيديو فيديو بس أو ما تحتوي له حكود فارسا اللي سؤالي اللي بحي أفريقيا وعرفت ان الشعب الصوماليين مسكح لي سكو قلته وانا واحد في على قبتين ومحاكر هذا مركز الصوت دورته والا يسيل لكن شعب الصومالي دو عرفت دوره اللي بقى افرق الرجل اللي هي مقعوية لي شرف ويالي ومد الصومالي دولة دا ما انت شيرت سي وقيمينش اما دولة قبل هالنقطة اما دولة دولة قبل انت فدرال كارنوت قيمة دو حوي هنا الى قيمين تدكي ذلك الاسره القبي قصه شقي وشرف يقيمه وكاني وعن ما لنا شعب الصومالي بدل كيس الى اركان ان ما انت اذا ما روش كذا قال لهم اوكرانيا كذا قال لهم هي بتلين هذا هو الرئيس اللي هو مقعاو بتلين صومالي بتلين اللي يراد صومالي بتلين وانا انا كان شرف تاسيه قيمين صومالي سوهيني اذن كماها انا كان أنا أقول لك أن الصومالي شرف يقيم لك سلوك سعودي. مالك أنا إنكرنينا. أنا إنكرنينا. مالك أنا إنكرسان وحابو ريسان. إن عيلا كدور الصومالي وسدل كسي الدفاعين. وحابو ريسان إن أمد الصومالي لأن يريد إن إلى ذلك نقول باثريوتيك إن يصير نقول وطنيين إن يصير نقول. مالك يقفكم مالك وجد إنه المستقبل بكل هاي ذلك. عدالة درا لو ما مولاي. هذا واحد قصب كتا إنه سان دنك جيلين. قرنك الصومالي وصعود قرن قرن كاني محاكرة محاكرة يا ود قرن هذا حقوق ضد كيلين وعن روائنا الإير هذا شعبي قال الصومالي إذا نشوا ما ملكوا كل مدوك إنه صناعين مالني ودني وحصل دونته وما خاتم دونته نيو الدنيا وقرن كان كد كب وحو أي ود قرن هي مال وحصل دونته إنه سامر كيلين مايو كيلي ماي ما تزود كيلي إنه صدون توما إنه صدون توما وحربا إنا شعب وينا صومالي دافاها دبديس شو خاصا كو رير قل مدوك دالك هو الشعال ومدو الشعال إني كيف كران ور دالك يو مساسو مساسا كفير سنين دالك يغا مساسا عرفتان إنه كم بامولو مساس إنا نهرمار كو قارين وحقيقة وحاس كان حشامه ودقالي أولاد لولا كان احلى بيسان مامون نعاس اذا ما غلب كسيرة صومالي وعن كل دردان والرما هنا هنا هذا ور اني وعدي ولا تقانين واه ابيع حق ذلك صومالي اسكو امسن انا ابيع حق ذلك صومالي كي هوري كان هذا الشرب مركز ساس اني لي لي لا نقمو ما حاب مالين يسان اذا كان لا نقمي دونه مركز ننكسر عين بعد ذلك كشر السركال اما اسكري وينو كفكره ور واحد دافع عليه رسولتات كذا محيته محا إلى لنا هي محا كل منا هي قاعد شذا هي رات هي اللي بتطلع زنقه محا كل منا هي صوب صوب تقول لي منا معيتها وين قف والبيسويديا وسقول لي بلا معنى وين معنى قلتها وين معنى قلوا قبيلا وين دري ما إني سورت قلين ساس واحد كسر ساس مركب واحد كسر
in qarash kaliya lagu sameeyo qof kasta lagu sameeyay oo dalka u danqanay oo dalka difaacay baa lagu sameeyay suurtagal ma aha marka inaan aqbashaan waxa idinka codsan ina ka dhidhisaan ina aqbalin inaan aqbalin baan idinka dhidhinaya inaan aqbalin wax noocaas inaan ku sameeyay waxaan rabaa inaan idhaahdo shacabweynaha reer galmudug maxaan ku dhahay aan ogahay taariikhiyan inay yihiin shacabi geesiyiina wadaniyiina jecel dalkooda waa laydin mara rabaabinahayaa ee mara rabaabinta iska ilaaliya waa laydin luminahayaa ee in la lumiyana ha ogolaanin in laydin lumiyo waa in dalkan uu yeeshaa xisaabtan waa inuu yeeshaa dowladdu waa in lala xisaabtamaa madaxweynaha maamul goboleedka waa in lala xisaabtamaa baarlamaanka waa in lala xisaabtamaa wasiirada waa in lala xisaabtamaa mudug xaaladda maanta ka jirta ma aha xaalad acceptable ah ama la aqbali karo dagaalka iyo colaadda iyo dhibaatada waana la garan karaa maxaa ugu wacan waay marka cadaalad daradaas ugu wacan meel mar hadda cadaalad darada ka jirto horumarna male nabadna male ma jirto absolute nabadna ma jirto horumarna ma jiro laga yaabi maayo inuu yimaado marka cadaaladba ma laha waxaan rabaa international community inaan u sheego in maamulkan galmudug uusan meesha ku hayn waxa la yidhaha free and fair election ee uu ku hayo nepotism isdabamarin iyo xaqdarro haddaan dib ugu soo laabto waxaa jira maxaan ku dhahdaa qabiilaad badan oo afar kursi leh oo gabar la siin sharciguna muxuu leeyahay reerku hadduu saddex kursi iyo wixii ka badanaya gabar baa waajib ku ah anagu galmudug laba kursi baan ku leenahay haddii reerihii waaweynaa ee awoodda lahaa ee afar afarta kursi laha haddii laga dhaafay gabdhihii annaga sidee bay noo qabataa labada gabdho lahaa cadaaladdaas xaggey taallaa xaggey ka jirtaa yaa lagu qancin karaa cadaalad noocaas way muuqataa cadaalad darro inay meesha ka jirto way muuqataa gardarro inay meesha ka jirto way muuqataa bahdil inay meeshaas ka jiro waxaan xafiiska prime ministerka iyo guudiyada electionka ka codsanayaa inaan kursigaas in la hakiyo inta cadaaladda dhabada saxa la marsiinayo ee laga ilaaliyo in maamulkaasi ay ku joogfalaan oo sida ayagu rabaan ay mariyaan aad baan idinka codsanayaa intaas waxaan kaloo reer salkay u soo jeedinayaa warsaan nama qabatee maxaa tala ah nama qabatusaan waxaan tala ku soo jeedinayaa inaan ka tashanno kasiimidnaashaha maamulka galmudug haddii shacbiga reer galmudug ay ku raacaan madaxdooda go'aankaas waa inaan ka tashanaa ayahayga maxaa galmudug wax noo yaalla malaha markaas macnaheedu waxa weeye waxaanu xumeynaya madaxweynaha maana waa reer galmudug oo dhan saasaan u arka anugu reer galmudug marka reer galmudug way qaban karaan madaxweyne qoorqoor wayna dhihi karaan ka daa dadka cadaalad darada hadday dhihi waayaan macnihiisa waa raalli bay ka yihiin inaan ku sameeyo caynkaas marka waa inaan ka tashanaa ahayaheena oo ka fikirnaa magaciisaga noloshiina annaga xukunna meeshaan tegaynana annaga xukunna ciddan wax ku darsanayna annaga xukunna cidana laguma qasbi karto waxaana wax ku darsanaynaa meeshan cadaalad ka helayno haddaan cadaalad ka weyn waxba ku darsan mayno xaqiiqo weynaana wax ku darsanayn inta marka iraahdo waxaan leeyahay waa jeclaha shacbiga soomaaliyeed waa jeclaha ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa wax wanaag badan waxaan u rajaynayaa madax u qalanta ilaahay inuu u dhiibo madax hogaamisa oo mataqaanaa meel saxa ku hogaamisa horumar iyo nabad iyo cadaalad ku hogaamisa ilaahay inuu taladaas inuu u dhiibo aanu sheegay waxaan la'annahay waa kaas waxaan la'annahay waa kaas gobol kastoon joogno cadaaladda baan la'annahay madax caqli qabta oo miir qabta oo rabta inay wanaag dalkan ku dhiliso si uu berrinta wanaag u gaaro baan rajaynaya ilaahay inuu keeno waa dadka haddana xukuma waa dad caruurtooda ka fakarayn oo kuwa soo socda ka fakarayn sida nafsadooda un ka fakarayay nafsadooda keliya ka fakarayeen wabilaahi tawfiiq ummadda soomaaliyeed waxaan umalaynaya inaan u sheegay dhabadii ay wax ku qabsan lahaayeen haddaad rabtaa inaan ku qabsataan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagana waxaan leeyahay igu garab siiya cadaalad darradaas inaan iska celinno aad baa u mahadsantiin.